محدث الساعة، مرحبا بكم. دعوات أمريكية على لسان وزير خارجيتها أنطونيو بلينكن لمجلس الأمن الدولي من أجل فتح معبري باب السلام واليعربية في سوريا، فيما أكدت الأمم المتحدة أن عدة منظمات إنسانية ستوقف أنشطتها في شمال وشرق سوريا بسبب نقص التمويل، منوهة أن قرابة 3/4 السكان في المنطقة يحتاجون إلى مساعدات عاجلة. فهل ستلقى هذه الدعوات أذانا صاغية؟ أم أنها ستصطدم بجدار الفيتو الروسي الصيني مجددا؟ وهل بات الملف الإنساني في سوريا ملفا مسيسا بامتياز؟ نقاط كثيرة نناقشها في حديثنا لهذه الساعة، ابقوا معنا. Ongoing interests. We remain committed to the defense of the kingdom. But we also want to make sure, and this is what the president has said from the outset. For several recent weeks, the heaviest clashes have occurred in Hodeida, Marib, and Al-Jawf. And in September, civilian casualties reached the highest levels recorded. مشاهدينا الكرام، خلال اجتماع عبر الفيديو عقد لمجلس الأمن الدولي، طلب وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن المجتمع الدولي بضرورة فتح معبر باب السلام ومعبر اليعربية لدواع ودوافع إنسانية. كانت هذه المعابر أغلقت طبعا بفيتو روسي صيني في السابق. معنا بهذا الخصوص من الشمال السوري الصحفي هوشنغ حسن. هوشنغ، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. يعني بداية، قبل أن نناقش الدوافع الإنسانية التي أدت إلى إغلاق، أو الدوافع السياسية عفوا التي أدت إلى إغلاق معبري باب السلام واليعربية، أنت كصحفي متابع للشأن السوري في شمال وشرق سوريا، ما الأهمية التي يشكلها معبر اليعربية لهذه المنطقة؟ نعم، مرحبا بك يا زميل الخضر وجميع السادة المشاهدين. يعني جميعنا نعلم بأن المعبر كان قد أغلق بفيتو روسي صيني، وذلك في منتصف العام الفائت، وذلك تحت الذرائع للسيادة الوطنية التي يرغبون في إلصاقها بالحكومة السورية، والتي فقدت كل شيء خاصة فيما يتعلق بالسيادة الوطنية، حيث يوميا هناك انتهاكات من قبل جيوش على الأراضي السورية. ولكن عندما يتعلق الأمر هنا بمنطقة شمال وشرق سوريا، كانت يعني روسيا وكذلك الصين تحدثت عن هذه السيادة الوطنية. بالنسبة لأهمية معبر اليعروبية أو معبر الكوجر الحدودي بين سوريا والعراق، يمكننا تسميته بأنه الشريان الرئيسي للحياة، خاصة بأنه المنفذ الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية لأكثر من 3 ملايين شخص يعيشون هنا في مناطق شمال وشرق سوريا. المساعدات الدوائية الإنسانية، اعتماد العديد من المنظمات الإنسانية غير الحكومية هو على المعبر. لذلك هنا منطقة شمال وشرق سوريا قد عانت الأمرين صراحة، خاصة مع تفشي وباء كورونا هنا في المنطقة ونقص المعدات الطبية والإنسانية هنا في المنطقة. يعني هوشنغ، اليوم الأمر فاق أمر النقص بالمعدات الطبية والمعدات الإنسانية. اليوم الأمم المتحدة تحذر حقيقة من أن عدة منظمات إنسانية ستوقف أنشطتها بسبب نقص التمويل، وهذا مؤشر خطير من الأمم المتحدة لهذه المنطقة. هل فعلا وصل الحال في شمال وشرق سوريا إلى هذه الدرجة من النقص والعجز في تأمين المواد الإنسانية لهذه المنطقة؟ نعم، يعني بالضبط الأمم المتحدة الآن تدق ناقوس الخطر بالنسبة للوضع الإنساني والوضع الطبي هنا في المنطقة. سبق ذلك نداءات متكررة سواء من المنظمات المجتمع المدني العاملة هنا في مناطق شمال شرق سوريا أو السلطات المحلية المتمثلة في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، يعني خاصة في مع تفشي وباء كورونا، وحاليا خاصة المنطقة تشهد الموجة الثالثة من تفشي الوباء، وهي الموجة الأخطر والأصعب وازدياد كبير في عدد الإصابات، حيث يوميا هناك العشرات من الإصابات التي تسجل هنا في المنطقة. لذلك الأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي المعني بالمنطقة هنا خاصة وعلى رأسها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، معني بهذه الأمور. ولذلك أعتقد بأن الدعوة الأمريكية والتي
قد صدرت عن وزارة الخارجية ووزير الخارجية الأمريكية يوم أمس أنتوني بلينكن، وهو في يعني الاجتماع الدولي، ربما هو الرغبة في إعادة الوضع إلى مساره الصحيح، خاصة بعد تدهور الأمور سواء من ناحية المساعدات الإنسانية أو الدوائية هنا في المنطقة. طيب هوشنغ، يعني تحدثت على نقطة جدا مهمة، وهي يعني تفشي وباء كورونا وتقاعس هذه المنظمات. يعني اليوم لو تحدثنا على الرقعة الجغرافية لسوريا، هناك ثلاث مناطق نفوذ، منطقة يسيطر عليها الاحتلال التركي وبالتالي تدخل المساعدات الإنسانية من الحدود التركية السورية، منطقة تسيطر عليها الحكومة السورية وبالتالي تدخل المساعدات عن طريق الداعم الأبرز الروسي والإيراني وحتى الصيني، ولكن منطقة شمال وشرق سوريا مع إغلاق هذا المعبر، يعني من أين تأتي بهذه المتطلبات الضرورية بهذا التوقيت؟ يا هذا نحن لم نتحدث بعد عن المخيمات التي تأوي نازحين ولاجئين والذين أيضا هم بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية. يعني المثال الأبرز على هذه التفرقة هو توزيع لقاح كورونا على المناطق السورية الثلاث أو المناطق السورية المنقسمة السيطرة العسكرية الثلاث، وخاصة هي مناطق الاحتلال التركي، مناطق شمال وشرق سوريا، ومناطق سيطرة النظام السوري. يعني منظمة الصحة العالمية تقول بأن اللقاح سيصل إلى منطقة شمال شرق سوريا عن طريق النظام السوري أو عن طريق دمشق. يعني جميعنا شاهدنا كيف أن النظام السوري هو كان السبب الرئيسي في إدخال فيروس كورونا إلى المنطقة، وذلك عبر الرحلات المتكررة والزيادة ومضاعفة عدد الرحلات إلى مطار القامشلي هنا، بالإضافة إلى ذلك عدم اكتراثه بتوزيع اللقاحات الطبيعية هنا في المنطقة، وخاصة تلك اللقاحات البسيطة المتعلقة بشلل الأطفال أو الحصبة أو أيا يكن. يعني لذلك المجتمع المحلي هنا في شمال شرق سوريا لا يثق بشفافية النظام السوري في توزيع اللقاح هنا على المنطقة، لذلك منظمة الصحة العالمية خاصة منه يوم أمس كان هناك نداء من 126 منظمة طالبت فيه منظمة الصحة العالمية بالشفافية وكذلك ضمان إيصال اللقاح إلى المدنيين هنا في شمال شرق سوريا، لا سيما إن العدد الذي يتحدثون عنه هو 90 ألف لقاح فقط لمنطقة جغرافية تضم أكثر من 3 ملايين شخص، فيها نازحين، فيها مخيمات، فيها يعني عدد كبير، خاصة ولا تزال المنطقة تشهد اشتباكات عسكرية ومحاولات من قبل الجيش التركي وفصائله العسكرية للسيطرة على مناطق جديدة. يعني بالعموم لا يمكن الوثوق بالنظام السوري وشفافيته في توزيع اللقاح هنا على المنطقة، هذه المنطقة المكتظة بهذا العدد الكبير من المدنيين. واليوم باتت المنطقة يعني بأمس الحاجة لفتح معبر العربية، هذا ما تريد إيصاله هوشنغ؟ بالطبع، يعني معبر العربية منذ اليوم الأول الذي قد تم إغلاقه المنطقة تعاني، وهناك حاجة ماسة لافتتاحه من جديد ولإدخال المساعدات الإنسانية والدوائية بشكل عام هنا إلى شمال وشرق سوريا. الصحفي هوشنغ حسن، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المشاركة وكل هذه الإيضاحات ومجمل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من الشمال السوري، شكرا لك. من الشمال السوري أيضا مشاهدينا ينضم إلينا الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا السيد لقمان أحمي. سيد لقمان، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. يعني سمعت ضيفنا من الشمال السوري الصحفي هوشنغ حسن يتحدث عن حاجة ماسة لمناطق شمال وشرق سوريا لفتح معبر العربية، حاجة إنسانية طبعا هنا نحن نتحدث بعيدا عن أي دوافع سياسية، وهذا ما طلب به حقيقة وزير الخارجية الأمريكي السيد أنطونيو بلينكين، ولكن هل هذه الدعوات ستلقى أذانا صاغية من قبل المجتمع الدولي، سيما وأننا تابعنا فيتو مزدوج روسي صيني لإغلاق هذا المعبر؟ أن إغلاق معبر تلكوتشر العربية كان نتيجة فيتو روسي صيني لإغلاق هذا المعبر الذي كان يعد شريانا لإمداد المنطقة بالمساعدات الإنسانية والدوائية، وخاصة في وضع الجائحة العالمية كورونا، ولكن مصالح تلك الدول ارتأت أن تغلق هذه المعابر، لأن هاتين الدولتين لا يهمها أبدا المسائل الإنسانية، تريد تحقيق مصالح سياسية في سوريا، وهي تريد أن تكون جميع الأمور تحت سيطرة النظام السوري الذي فقد شرعيته بعد 10 سنوات من الحرب الأهلية. المناطق التي تحت إدارة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا طبعا تعاني من
انتشار وباء كورونا وقلة المساعدات الإنسانية للمخيمات المتواجدة في هذه المنطقة أو انعدامها نتيجة أن لا يوجد معبر خاص بهذه المنطقة، وإنما تكون جميع المساعدات تحت رحمة النظام السوري الذي يستخدم هذه المساعدات في للضغوط السياسية. طبعا الجميع يعلم أيضا إغلاق المعابر التي كانت تغذي المنطقة من المناطق تحت سيطرة النظام منذ عدة أيام، وذلك بهدف الضغط على منطقة الإدارة الذاتية والإدارة الذاتية لتقديم تنازلات في مجالات معينة. طبعا خلف كل هذه التحركات يأتي النظام الروسي الذي لديه أجندات محددة يطمح إلى تحقيقها في مناطق شمال وشرق سوريا. هذا هو الوضع المتواجد حاليا طيب. في هذه سيد لقمان، يعني الجميع يعلم بالواقع الاقتصادي المتردي والمتردي جدا يعني حقيقة في سوريا بشكل عام وفي شمال وشرق سوريا أيضا بسبب الانهيار غير المسبوق لقيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، ولكن هنا الحكومة السورية والجانب الروسي يعزون سبب هذا الانهيار الاقتصادي إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أشخاص معينين في الحكومة السورية وعلى من يتعاون معهم. اليوم نحن نرى بأن الولايات المتحدة تطالب بفتح المعابر لدوافع إنسانية، في المقابل من وضع هذا الفيتو هو الجانب الروسي والجانب الصيني أبرز داعمي الحكومة السورية. هذه المفارقة كيف تفسرونها سيد لقمان؟ طبعا لو كان يهم النظام السوري معيشة الشعب والمستوى المعيشي الذي يعيشه الشعب وأيضا الحالة السياسية التي تطبق في سوريا لما وصلت سوريا إلى هذا المآل. ما أريد أن أقوله أن النظام السوري لا يهمه سوى أن يكون حاكما على سوريا، أما أوضاع المعيشية للسكان كيفما كانت تحت خط الفقر أو انهيار الليرة السورية فهذا ليس من أولوياته، لأن الشريحة الحاكمة في دمشق هي مستفيدة في جميع الأحوال، سواء كانت هناك حصار أو لم يكن حصار فهو مستفيد من الخيرات السورية. وأريد أن أنوه هنا بأن قانون قيصر لا يشمل المساعدات الغذائية والدوائية المقدمة إلى سوريا، فقط يشمل المواد الداخلة في إمداد الجهد العسكري الذي يستخدمه النظام في سبيل تدمير البنية التحتية في سوريا. يعني الدول التي ليست لديها أنظمة ديمقراطية لا يهمها الشعب ولا يهمها المستوى المعيشي للشعب. السبب الأساسي في كل هذه الأزمة في سوريا يعود إلى سياسة النظام السوري ومن خلفه الدولة الروسية. طيب أنتم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سيد لقمان، كيف يعني تنظرون لمآلات الأمور في هذه المنطقة في حال تعنت واستمرار تعنت الجانب الروسي باستخدام الفيتو وإغلاق هذا المعبر، سيما وأن الأمم المتحدة اليوم دقت ناقوس الخطر بأن منظمات عدة ستوقف عملها بسبب نقص التمويل لهذه المنطقة؟ طبعا قد تكون خياراتنا محدودة مع معابر مع الخارج غير مستقرة، ولكن سوف نستمر بمحاولاتنا وضع التواصل مع الدول المؤثرة في القرارات الدولية لإعادة فتح معبر تولكوتشر أو معابر أخرى مع دول الجوار لأجل تفادي المشاكل التي يريد خلقها لنا النظام وغيره. وأعتقد أن مسألة إغلاق المعابر من جانب النظام هي مسألة كسر عظم بيننا وبين النظام لكي يتمكن من استحواذ على بعض الفوائد، ولكن أعتقد أن الداخل السوري ومناطق التي يحكمها النظام سوف تثور في وجه النظام لأجل فتح هذه المعابر، لأن السكان في تلك المناطق هم بحاجة أكثر
من مناطقنا إلى مثل خروج هذه المواد من مناطقهم لكي يستفيدوا من عوائدها المادية. أي أن سوريا ما زالت تعيش حالة صراع بين القوى الموجودة على الأرض بسبب تعنت النظام وعدم استمالته إلى الحل السياسي الذي يريده الجميع لسوريا. هذا الوضع قد يستمر وقد يكون استمراره زمنا قصيرا نتيجة الضغوطات التي ستمارس من الداخل السوري، إذا رأينا التجمعات والاعتصامات التي تحدث في الداخل السوري نتيجة سياسات النظام السوري. ومن المفارقة أنهم عندما يصلون يصفوننا بأننا انفصاليين، نحن ندعو إلى فتح التواصل مع الداخل السوري، وهم الذين يدعون بأنهم يمثلون السيادة السورية والشعب السوري يحرمون أو يسدون المنافذ بين المناطق السورية. نعم، من الشمال السوري الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سيد لقمان أحمي، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المشاركة ومجمل هذه الإيضاحات، شكرا لك. مشاهدينا، من فوبرتال ينضم إلينا رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان في ألمانيا الدكتور علاء الدين الرشي. دكتور علاء، مرحبا بك في حديث الساعة. بداية، يعني اليوم الدعوات الأمريكية لضرورة فتح المعابر لدوافع إنسانية ومستعجلة، يعني هنا يتوقع العديد بأنها ستصطدم بفيتون مجددا روسي صيني لاستمرار إغلاق هذه المعابر، كيف تقرؤون هذه الدعوات وكيف تقرؤون تسييس العملية الإنسانية بسوريا بشكل عام؟ يا أهلا فيك وبالأخوة والأخوات المتابعين. روسيا منذ أن تدخلت في الشأن السوري رفعت منذ بداية حملاتها العسكرية أنها ضد الإرهاب، وكانت روسيا في كل حملاتها التي استهدفت فيها حسب دعواها الإرهاب استهدفت البنى الصحية والمدارس التعليمية والحياة المدنية للشعب السوري. النظام الروسي متمثلا بسياسات بوتين هم جزء وهم أساس الحرب الدموية القائمة في سوريا، وما يحصل من تعنت وقرارات فيتو هو يمثل الخلفية أو السياسة التي تنطلق منها الرؤية الروسية في ضرورة أن تكون هذه الحرب القائمة في سوريا هي حرب كما يسميها الباحثون الروس، هي حرب حلفاء. روسيا تحشد من ورائها النظام الإيراني والنظام السوري متمثلا بالجيش العربي السوري ومتمثلا أيضا بالتحالف الدافئ الخفي والمعلن مع النظام التركي. ثلاثية التحالف الدولي العالمي الذي تقوده روسيا مع حليفتها تركيا وحليفتها إيران هم يسعون إلى المزيد من حقن المجتمع السوري بمشاكل مستفحلة تنتقل من السطح السياسي إلى الوجدان الداخلي. كل تأخير في منح فتح المعابر للأزمة الإنسانية المتزايدة والتي تنم عن فجائع وكوارث قادمة هو تنمية وتغذية للإرهاب. الإرهاب الآن المناطق التي فقد النظام والتي تديرها الإدارة الذاتية بغض النظر عن السياسة الموافقة أو المفارقة للإدارة الذاتية تمثل نوعا ونموذجا مختلفا عن الخارطة السورية بأكملها، من حيث الأمان، من حيث متابعة شؤون المواطنين السوريين، من حيث خلق نوع من الأمان النسبي. طبعا في ظل ظروف حرب لا يمكن نحن أن نتحدث عن أمان طبيعي، أنت تعلم أن الصاروخ التركي جاهز والميليشيات المتطرفة جاهزة والنظام العربي السوري الجيش العربي السوري جاهز، وأن إيران بميليشياتها جاهزة لخوض معارك مع تلك المنطقة. كل هذه الظروف هي حقيقة تستبطنها السياسة الروسية التي تريد المزيد من إفقاد الشرعية لأي وجود مخالف لها على الأراضي السورية بهدف تطويع الجميع للنظام السوري، لا يهمهم حرق الشعب السوري بأكمله. كما قلت لك منذ أن أعلنت السياسة السورية، وهذا كتاب من أحدث الكتب التي طرحت عن أهداف موسكو في الشرق الأوسط، وهو يتحدث بشكل مليء أن روسيا غير عابئة إلا بتكريس نظام الأسد ولو حتى يعني حرقت تأكيدا الشعب. دكتور علاء، تأكيدا لكل ما تفضلت به، يعني اليوم الحكومة السورية ومن خلفها الجانب الروسي يدعون
بأن ما وصلت إليه سوريا من انهيار اقتصادي ومن تردي المستوى المعيشي ومعاناة المدنيين هو عائد بسبب قانون قيصر، علما أن هذا القانون لا يستهدف يعني المساعدات والأمور الإنسانية. واليوم نشاهد بأن الولايات المتحدة هي من تطالب بضرورة فتح هذه المعابر أمام المساعدات الإنسانية في وقت تمنع روسيا دخول هذه المساعدات. هذه المفارقة دكتور علاء، أعود معك لما بدأت معك به. روسيا أعلنت منذ مشاركتها في الحرب على الشعب السوري أنها قالت نحن ضد الإرهاب، لم توجه رصاصة واحدة إلى داعش، لم تخض أي معركة في مع داعش. كل استهدافها للمناطق التي يتم هي خارج عن إطار النظام السوري أو النظام التركي أو النظام الإيراني، لأن هذه المنطقة هي بالأصل من كانت صمام أمان حدودي وإقليمي لضرب داعش. داعش لم تقتل بالرصاص الروسي، ولم تقاوم بالرصاص الإيراني، ولم تقاوم بالرصاص التركي، تمت مقاومتها برصاص شعب مناضل في مناطق شمال وشمال شرق سوريا تقودهم الإدارة الذاتية. بغض النظر أقول لك لا يعنيني الموافقة أو المفارقة التامة لسياسة الإدارة الذاتية، لكن نحن أمام واقع ينبغي أن نعترف به. هذه الإدارة استطاعت أن تجفف إلى حد كبير معاقل هذا التنظيم. روسيا بمحاصرتها لهذه الإدارة برفض فتح المعابر تقول أهلا وسهلا بعودة داعش. هذه يعني إلى اليوم دكتور علاء لا يزال الاحتفاظ لا يزال داعش يحتفظ ببقع جغرافية منفصلة هنا وهناك في البادية السورية إلى اليوم. نعم، وروسيا بهذه المحاصرة تقول أهلا نتمدد ونعود ونتسيد. هذا هو شعار تنظيم القاعدة أو شعار تنظيم الدولة داعش. إذن نحن أمام سياسة مستعلنة وواضحة في أن ما يحصل ليس هو خلاف مع تنظيم أو مع إدارة ذاتية بمقدار ما هو نوع من خلق أجواء لتكريس بشار أسد من جديد وإعلان أن هذه المناطق هي مناطق غير مأنوسة ولا يمكن أن تدير ذاتها بذاتها. لذلك جميل يعني مع انفضاح دكتور على عذرني على المقاطعة فقط لنقطة يعني جدا مهمة تتم الفكرة لو تتكرم. طيب لذلك علينا الآن بغض النظر عن أي شيء أن نكون مع الإدارة الذاتية في هذه الظروف القاسية التي هي بالأصل لا سمح الله لو تعرضت هذه الإدارة لإسقاط تم شرعنة بشار الأسد وإعادة تدويره من جديد، وهو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه السياسة الروسية. السياسة الروسية منذ أن وضعت صواريخ كروز بالتعاون مع إيران وتركيا ومهدت منصات وأماكن عسكرية وقواعد عسكرية، هي تعلن أنها في أي لحظة ممكن أن تعيد الدولاب وعجلته لبشار الأسد سواء بالسلاح العسكري أو سواء بالمحاصرة الإنسانية. نحن أمام شعب 60% تحت خط الفقر لا يأكل ولا يشرب. نحن أمام مأساة شعب كل ذنبه أنه يريد الحرية والتخلص من مزرعة آل الأسد. نحن أمام استنبات جديد بقيادة روسية وتواطؤ إيراني وتركي لداعش من جديد. نحن أمام أزمة حقيقية يقودها صمت وتواطؤ دولي. هذه الإدارة الذاتية التي نحن لا نقول أنها سقطت من السماء ولا أنها هي تجربة من جنيف، لكن هذه الإدارة أثبتت رغم كل الظروف الصعبة أنها نفس ونبض مختلف عن السائد على الأراضي السورية، وعلينا كلنا كسوريين أن نمد معها جسور التواصل وأن نسعى لفك الحصار الذي هي تسعى جاهدة لأن يكون للسكان الذين هم تحت إدارتها نوع من الحياة الطبيعية. رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان في ألمانيا الدكتور علاء الدين الرشي، أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات وكل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة من فوبرتال. حديث الساعة مستمر مشاهدينا، وفي ملفنا الثاني تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان كم تمنيت أن أموت، يوثق انتهاكات طالت 26 لاجئا سوريا بينهم 4 أطفال تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021 بتهم الإرهاب.
طلب النائب العام التمييزي اللبناني غسان عويدات من المحكمة العسكرية فتح تحقيق حول ذلك، فما النتائج المتوقعة وكيف سيبرر لبنان هذه الاتهامات، وهل من حلول جذرية لمعاناة اللاجئين السوريين في لبنان؟ طروحات عديدة سنسلط عليها الضوء، ابقوا معنا. بهذا الخصوص ينضم إلينا من بيروت الكاتب والصحفي الأستاذ جورج العقوري. أستاذ جورج، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. يعني تقرير لمنظمة العفو الدولية وصف بالمحرج حقيقة للبنان جراء انتهاكات إنسانية تحدث في السجون اللبنانية بحق سوريين بينهم أطفال. كيف تابعتم هذا التقرير وكيف تابعتم أصداءه في أروقة السياسة اللبنانية وأروقة القضاء أيضا؟ طابت أوقاتك. إن أي انتهاك لحقوق الإنسان، أكان حقوق الشعب السوري اللاجئ لبنان أو حقوق أي مواطن لبناني أو أي شخص مقيم على الأراضي اللبنانية، هو أمر مرفوض بطبيعة الحال. ومجرد أن أقدم النائب العام التمييزي على فتح تحقيق، فهذه خطوة تؤكد النية الحقيقية للبنان الذي نعرفه. ولكن يعني لا يمكن نفي أو تأكيد، علينا انتظار تحقيقات، خصوصا أن يعني لبنان كان عانى في مراحل سابقة منذ العام 90 حتى العام 2005 من منظومة نظام الأمني اللبناني السوري، الذي كانت أقبية وزارة الدفاع اللبنانية يعني تشهد على العديد من عمليات التعذيب، وبعض المعتقلين كالشهيد فوز الراسي توفي تحت التعذيب في وزارة الدفاع اللبنانية في مثل هذه الأيام، يعني توفي على ما أظن في نيسان 94، في 21 نيسان 94 توفي في التعذيب هناك. ولكن الأكيد أن قائد الجيش يعني العماد جوزيف عون هو ضنين على هيبة الدولة وعلى هيبة الجيش وعلى المؤسسة العسكرية. طيب جميل سيد جورج، يعني تحدثت بنقطة جدا مهمة، يعني تحدثت بالعقوبات والانتهاكات التي تحدث في سجون الحكومة السورية وعانى منها اللبنانيون والسوريين. السوريون اليوم المتواجدون في لبنان سيد جورج، وكما يعلم الجميع، هم هاربون أيضا من هذه المعاناة. وإن كانت يعني لا أدري إن كانت المقارنة بين الوجهين، يعني يمكن القول بأنها عملية انتقام مثلا من شعب لا ناقله ولا جمل بما حصل. كلا 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 لا 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 لا، أنا لا أقارن. أنا أقول أن لبنان أصيب بهذه اللوسة منذ فترة نظام الأمني اللبناني السوري الذي حكم البلاد منذ العام 90 إلى 2005. لا يجوز المقارنة، وليس مقبول أن ينتهك أي إنسان بغض النظر عن جنسيته. هناك كرامة الإنسان، هناك حقوق الإنسان، التعذيب ممنوع. وهنا أريد أن أسلط الضوء على خطوة تشريعية تم إقرار تعديلات قانونية منذ نحو شهرين أو ثلاثة أشهر، وفقا لاقتراح تقدمت به كتلة جمهورية القوية عبر النائب جورج عايس وآخرين. وعبر هذا التعديل أصبح أي توقيف لأي مواطن على الأراضي اللبنانية، أي شخص على الأراضي اللبنانية، يسمح له يعني يفرض أن يكون هناك محام حاضر في التحقيقات الأولية. جميل. وأن تكون التحقيقات مسجلة، وأن يكون إن كان لا ينطق باللغة العربية أن يتم اللجوء إلى استخدام مترجم. كل هذه التفاصيل وضعت في الإطار القانوني الصحيح منذ نحو شهرين عبر التعديلات التي أقرت. جميل. بهذه الآلية يتم على أرض الواقع. بهذه الآلية يتم إبعاد أي شبهات أو أي اتهامات بحق القوات اللبنانية بأنها استخدمت العنف وما إلى ذلك. بحق الدولة اللبنانية بأنها استخدمت العنف. طيب. لذا نحن نعول اليوم على التحقيقات لمعرفة مدى دقة هذه الأحداث التي جرت أولا، ولمحاسبة من الملح جدا إن كان هناك من تعذيب أن يتم محاسبة
من أقدم على هذه الخطوات، لأن الأمر لا يقتصر على فقط على كرامة الإنسان، أولا كرامة الإنسان، ثانيا صورة لبنان، لبنان الذي نريد، لبنان حقوق الإنسان، لبنان شارل الملك، وثالثا لأنه إن لم تردع من يرتكب هكذا مخالفات سوف يواصل ممارساته. نعم، يعني هذه الممارسات حتى إن ثبتت فهي ممارسات فردية، لا يعني تستند إلى أي نظام قائم اليوم في الدولة اللبنانية، هذا ما تريد إيصاله أستاذ جورج؟ حكما يعني لا أتصور أن هناك قرار سياسي بالتعذيب، ربما إن وجد هذا التعذيب يكون عبر اجتهاد خاص من المحققين. نعم، من بيروت الأستاذ جورج العقوري الكاتب الصحفي، أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات وكل هذه التفاصيل، شكرا لك. من بيروت ينضم إلينا أيضا الكاتب السياسي الأستاذ حنا صالح. أستاذ حنا مرحبا بك في حديث الساعة، يعني اليوم نتحدث عن تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية تحت عنوان كم تمنيت أن أموت، طبعا يوثق عدد من الشبان والأطفال السوريين تحت التعذيب في السجون اللبنانية، كيف تتابعون هذه الأصداء وكيف تتابعون هذا التقرير وما مدى دقة وصف المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان؟ بعد العام 2005 كنا كلبنانيين نتوقع أن مرحلة النظام الأمني اللبناني التابع آنذاك للنظام الأمني السوري قد انتهت، لكن يبدو أن هناك عودة لممارسات أمنية باسم القضاء أحيانا، ممارسات تعسفية بوجه الناس، والأمر لا يقتصر على مجموعة من اللاجئين السوريين الذين هم موضع هذا التحقيق. قبل فترة أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا بالغ الأهمية طالبت فيها الحكومة الفرنسية بوقف تزويد قوى الأمن اللبناني بأي معدات تستخدم في القمع المفرط للمتظاهرين السلميين. أريد أن أشير أنه بعد كارثة تفجير بيروت في الرابع من آب كانت هناك تظاهرة في الثامن من آب، تظاهرة شهيرة، في تلك التظاهرة تم إطلاق الرصاص المطاطي، تم إطلاق الرصاص الحي، كان هناك 500 إصابة وكان هناك اقتلاع عيون لأكثر من 15 شاب من المتظاهرين. حتى في السجون الذين أوقفوا تعرضوا لتعديات، تعرضوا لممارسات غير لائقة، لممارسات لا إنسانية، ونجحت القوى المدنية بفرض قانون يتيح أنه يجب أن يحضر المحامي مع المعتقل حتى في مراحل التحقيق الأولى. جميل. لكن هناك بعض القضاة يرفضون الامتثال للقانون حتى الآن. طيب أستاذ حنا، يعني اليوم تقرير المنظمة الدولية قارب بين وجهين، يعني اليوم أساليب التعذيب المروعة التي استخدمت من قبل قوى الأمن اللبنانية هي ذاتها التي تستخدم في المعتقلات والسجون التابعة للحكومة السورية سيئة الصيت. يعني حقيقة اليوم السوريون المتواجدون اليوم في لبنان لم يخرجوا كما يقال إلى لبنان في نزهة، يعني اليوم هم خرجوا هربا من هذه المعتقلات، هربا من هذا الظلم، ليجدوا كما يقال إن أثبتت التحقيقات وجود مثل هذه الحالات، ليجدوا هذا التعذيب مثلا أمامهم في السجون والأقوياء اللبنانية. يعني إن ثبتت صحة هذا التقرير كيف سيبرر لبنان ما يحصل في سجونه؟ لا بأس بالإفادة أو المذكرة التي أصدرها المدعي العام التمييزي عويدات وطلب من المحكمة العسكرية أن تحقق. لأنه لا يستطيع أن يتجاهل بيان صادر عن جهات دولية، عن منظمة عفو، عن اتهامات واضحة وموثقة. المؤسف أن الممارسات التي كنت أشير إليها كنا نظن أنها انتهت في العام 2005، فهناك جهات أعادتنا إليها، وهذه السلطة القائمة حاليا لم تبرر أي خطوة من الخطوات التي اتخذتها، ولم تحقق أبدا في أي تجاوزات ارتكبت واعتداءات ارتكبت، وهي مهمة ملقاة اليوم أمام القوى الحية في المجتمع اللبناني وأصدقاء لبنان لوضع حد لهذه الممارسات التي تطال اللبناني والسوري والفلسطيني وكل مقيم على الأرض اللبنانية. وكنت أشير أنه
يكفي أن يتجرأ مواطن على المطالبة بحقوقه حتى يواجه بحالة من القمع المفرط. ثم لا ننسى بكل أسف مرحلة مرت وما زالت تداعياتها وتتجدد بين فترة وأخرى، حملت الكثير من الملامح العنصرية في التعاطي مع اللاجئ السوري الذي كما تفضلت لم يأتي بنزهة، بل هو هرب من قمع كان يطارده ومن قتل كان ينتظره، مثله مثل أي لاجئ يضطر للهرب من أرضه ومنزله وملكه إلى آخره. وما يزيد بالنسبة لي الأمر بشاعة أن لبنان شعب من المهاجرين، اللبناني موجود تحت كل شمس. هذه ممارسة جد بشعة غير مقبولة، وكانت هناك احتجاجات شعبية واسعة ضد مثل هذه الدعوات التي تصدر عن بعض الجهات الرسمية، وهي جهات تستثمر في وجع الناس، في جوع الناس، في الظلم اللاحق بالناس لبناء شعبية وهمية لأخذ لبنان إلى القعر وليس انتشاله إلى حيث يجب أن يكون بين مصاف الدول الآمنة الراقية التي تحترم حقوق الإنسان. إنها مرحلة عصيبة يمر بها لبنان، والأزمات تشتد عليه، الأوضاع تتداعى. المؤسف أننا قد نشهد الكثير من هذه الممارسات، هذا الانفلات الوحشي على غير صعيد. الكاتب السياسي الأستاذ حنا صالح، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المشاركة ومجمل هذه الإيضاحات وكل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك. من الدنمارك مشاهدين ينضم إلينا المدير العام للشركة القانونية الدولية في الدنمارك الدكتور مصطفى نعوس. دكتور مصطفى مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. يعني اليوم تقرير لمنظمة العفو الدولية يدين بالتحديد طبعا وبشكل أساسي مخابرات الجيش اللبناني بانتهاكات لحقوق الإنسان بحق لاجئين سوريين بين عامي 2014 و2021، تم توقيفهم في أقبية السجون اللبنانية. كيف تعلقون وكيف تتابعون هذه التقارير من قبل المنظمة الدولية؟ السلام عليكم بداية، أهلا وشكرا لكم على الاستضافة. أهلا بك. أنا أقرأ هذه الأمور بأن ما يجري في لبنان هو امتداد هيمني عسكري للسلطة للنظام المجرم في سوريا على لبنان. فما تقوم به السلطات اللبنانية، ما تقوم به السلطات اللبنانية من أجهزة مخابرات وغيرها بحق السوريين هو يوميا، هي آلة عسكرية يومية ضد المعتقلين السوريين أو ضد السوريين بشكل عام. فهي يعني هي مخالفة لكل الأعراف والتقاليد الإنسانية، لكل حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقيات العامة لحقوق الإنسان. هذه الإجراءات أو هذه التصرفات التعسفية المخالفة لكل القوانين ومخالفة لكل الأعراف الدولية، هذا شأن يومي يحدث في لبنان. فلبنان لا يمكن تعتبره دولة قانون يمكن الركون إليها. يعني عندما نحاكم دولة، عندما نطالب بمحاكمة أشخاص في هذه الدولة، فهذه الدولة لا تقوم بما عليها من حقوق وواجبات تجاه أي شخص، حتى تجاه اللبنانيين أنفسهم. صحيح، يعني هذا ما أشار إليه الأستاذ حنا دكتور، أشار إلى أن هذه الانتهاكات ليست مقتصرة فقط على السوريين المتواجدين في لبنان، إنما على اللبنانيين والفلسطينيين وكل لاجئين المتواجدين على الأرض اللبنانية من قبل جهات معينة. نعم، حتى اللبنانيين أنفسهم بالذات يعني يعانون من نفس الموضوع. يعني حتى اللبنانيين أنفسهم يعني مستائين، وليس مستائين، وغاضبون ولا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء أمام هذه الآلة العسكرية المجرمة الممتدة إليه بشكل أو بآخر. يعني مخالفة، يعني كما أرى، يعني كما أقرأ تقرير منظمة العفو الدولية، إنه محاكمة مدنيين أمام جهات عسكرية. هذا يعني كبرى المخالفات التي يمكن اعتماد أمام القانون الدولي، أمام المحاكم الدولية. الترحيل القسري ضد السوريين إلى سوريا بحد ذاته هذا أمر ليس فقط مخالف لأي أعراف، وإنما عبارة عن اتفاق ضمني ما تحت الطاولة ما بين النظام السوري والنظام اللبناني من أجل القبض على كل الناشطين السياسيين السوريين الذين هم في لبنان، والذين هربوا من آلة القمع السورية إلى لبنان، ومع ذلك وجدوها أمامهم الظلم تطالهم أيضا في هذا الموضوع. يعني منظمة العفو الدولية تطالب السلطات اللبنانية أو تطالب النظام القضائي اللبناني بمحاكمة
بعض أفراد الجهة اللبنانية. أعتقد هذه المطالبة غير محقة تماما، يعني كما يا سيدي أنت القاضي وأنت الحكم، فهذا الأمر يعني مرفوض نهائيا. يجب أن يخضع هذا الأمر لجهات دولية، الجهات الدولية هي حيادية تقوم بمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب. لأن الترحيل القسري والتعذيب ومحاكمة مدنيين أمام عسكريين هي جرائم دولية وليست هي مرفوضة. طيب دكتور مصطفى، يعني في حال نجحت التحقيقات وأثبتت وقوع مثل هذه الانتهاكات، علما أن منظمة العفو الدولية اليوم تتحدث عن أدلة دامغة لارتكاب مخابرات الجيش مثل هذه الانتهاكات، في حال أثبت القضاء اللبناني ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، هل يعد تفسير أنها تصرفات فردية أو تجاوزات فردية، هل هي كافية بالنسبة للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان؟ لا أعتقد أن الضمانات، هذه الضمانات القانونية التي دعت عليها منظمة العفو الدولية كافية بأن تدع السلطات اللبنانية بمحاكمة أشخاص لبنانيين لهذا الموضوع، لأن ما ارتكبه هؤلاء الأشخاص اللبنانيين هو ارتكاب، هي جرائم بحد ذات جرائم دولية، فلذلك لم تخضع هذه الجرائم الدولية إلى محاكمات دولية. هذه المحاكمات الدولية تقضى عليها جهات دولية تقوم بالإشراف على هذه الجرائم، لأن هذه الجرائم الترحيل القسري ومحاكمة المدنيين أمام جهات عسكرية هي جرائم بحد ذات جرائم مدنية، جرائم دولية. وهل لبنان دكتور، وهل لبنان اليوم مع كل ما يعانيه من أزمات تعصف بالبلاد، هل هو جاهز لكل هذه الإجراءات التي تفضلت بذكرها؟ هذه الإجراءات بالتأكيد لبنان غير قادرة كقضاء داخلي على محاكمة هؤلاء الأشخاص، لأن هؤلاء الأشخاص يتبعون جهات حزب الله ومنظمات أخرى وأحزاب أخرى، هي أحزاب، وأعتقد أن هذا غير كافي. فلذلك عدم كفاءة القضاء الوطني لمحاكمة هؤلاء الأشخاص وفق قواعد القانون الدولي يطلب منا التدخل من جهات دولية قضائية دولية أخرى لمحاكمة هؤلاء الأشخاص، لأن القضاء الوطني غير كفؤ لهذا الموضوع، وهذا ثابت في قواعد القانون الدولي في محاكمة الأشخاص المرتكبين لجرائم الحرب. طيب يعني دكتور، يعني جرائم دولية نعم. التقرير أشار بشكل مباشر إلى مخابرات الجيش بأن هي من قامت بهذه الانتهاكات، ولكن إلى الآن لم نسمع أي تبرير، أي نفي، أي تأكيد من قبل هذه الجهة المتهمة الرئيسية وراء هذه الانتهاكات. بطبيعة الحال يعني هذا الأمر طبيعي، لأن الموضوع عبارة، هذا الكارت الذي يلعب حاليا ضد جهة، هي عبارة عن كارت سياسي باغت على أحد الأحزاب مقابل الأحزاب الأخرى. يعني مسألة التعذيب السوريين أو مسألة منظمة العفو الدولية أو مسألة، هذه عبارة عن كارت أو عن بطاقة ضد حزب أو حزب آخر. إذا يعني نعود إلى تسييس، يعني يستخدمون هذا الكارت الآن للضغط دكتور، نعود إلى تسييس تحقيق العدالة، ليس من أجل تحقيق العدالة للسوريين، نعود تحقيق محاكمة لهم. نعود بكل شيء إلى تسييس العمليات الإنسانية. اليوم لا يمكننا الحديث عن فعلا دوافع إنسانية شفافة ونزيهة في كل دول العالم. عندما تتحدث عن محاكمات دولية، فهناك دول مارقة، يعني هناك بالعرف الدولي دول مارقة لا تحترم القواعد القانون الدولي ولا بشكل من الأشكال، وسيأتي يوم يخضع جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب إلى محاكمات دولية مهما امتد الزمن ومهما طال. أما أن نعتبر أن لبنان هي دولة جاهزة للمحاكمة ومحاكمة أشخاص، لا أعتقد أن هذا الموضوع هو موضوع جدي يعني ما دعت إليه منظمة العفو الدولية هو موضوع قانوني بحت ويخضع لقواعد القانون الدولي، ولكن أعتقد أن لبنان غير جاهز. هذه الدعوات وهذا التقرير ألا يخفف من حدة هذه الانتهاكات إن وجدت طبعا بحسب التقرير، ألا يخفف من حدة هذه الانتهاكات في أروقة السياسة والأمن اللبنانيين؟ بالطبع يعني كل شيء يحقق العدالة له تأثير، وله تأثير قوي في بعض الأحيان وله تأثير ضعيف في بعض الأحيان الأخرى، ولكن إذا كنا منطقيين أن ما يجري الآن، إذا ذهبت إلى السجون الآن إلى سجون المخابرات اللبنانية ستجد الكثير من السوريين يحاكمون ويعتقلون بدون أي وجه حق وبدون أي وجه قانوني. وكما ذكرت ليس فقط السوري، وإنما هناك الكثير من الجنسيات الأخرى حتى منهم اللبنانيون. لذلك أعتقد بشكل كامل أن هذا الورقة الضاغطة تعتبر تقرير منظمة العفو ورقة ضاغطة قوية
تدعم السوريين، تدعو الى منظمه الى محاكمات عادله، تدعو الى المزيد من اعمال الحق والعداله تجاههم، ولكن غير كافيه. نعم. المدير العام للشركه القانونيه الدوليه في الدنمارك الدكتور مصطفى نعوس، انا اشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الايضاحات وكل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشره من الدنمارك. اذا مشاهدينا وصلنا الى نهايه حديثنا لهذه الساعه، انا اشكركم ضيوفي الكرام جميعا على طيب المشاركه، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعه، ولمتابعه مواضيع اوسع زوروا موقعنا الالكتروني اليوم tv.net. الى اللقاء.